ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، قصه جديده للكاتبه المبدعه روني محمد. لكن قبل ما ابدا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. ويلا بينا نشوف قصتنا بتحكي عن ايه. سمر كانت راجعه من المدرسه واستغربت لما لقيت مامتها مجمعه هدومهم في شنط السفر، وقالت: ايه يا ماما الشنط دي كلها؟ احنا هنعزل ولا ايه؟ تعالي يا سمر يا حبيبتي اقعدي، عاوزه اتكلم معاكي شويه. سمر قعدت وقالت: خير يا ماما؟ في ايه؟ انتي خلاص خلصت امتحانات الثانويه العامه، والنهارده كان اخر يوم، وكده مهمتي معاكي خلاص خلصت، وان الاوان تروحي تعيشي مع جدك. جدي؟ جدي ايه اللي اروح اعيش معاه؟ انتي عارفه انا ما بحبش اقعد هناك، وخصوصا ان بيت العيله مليان بولاد وبنات عمي. لما ابوكي مات زمان جدك اتفق معايا انك تعيشي معايا لغايه ما تخلصي الثانويه، وهو هيصرف عليكي وبعد كده هتعيشي معاه. وقفت سمر وقالت: هو انا مش موافقه. سميره بصت لها بحزن وقالت: مش بمزاجك يا سمر، لازم توافقي، انا خلاص هسافر لعمك منير جوزي وهبقى انزل اشوفك في الاجازات. بصت لها سمر بدموع وقالت: كده يا ماما بتتخلي عني؟ غصب عني يا سمر، صدقيني جدك مش موافق تسافري معايا. قطعهم دخول عاصم اللي قال: يلا يا سمر انا من بدري مستنيكي تحت. مسكت سمر شنطتها وقالت بحزن: انا جاهزه وجايه معاك. سمر مشيت ناحيه الباب وصوت مامتها وقفها لما قالت: مش هتسلمي عليا يا سمر؟ اتكلم عاصم وقال: طب انا هاخد الشنط وهنزل تحت هستناكي. عاصم اخد الشنطه منها ونزل، وسمر سلمت على مامتها ونزلت للعربيه. وفي نص الطريق سمر كانت بتعيط وقالت: ممكن يا ابي تقف على جنب؟ عاوزه اشم ريحه البحر شويه. هز عاصم راسه ووقف بالعربيه ونزل، وهي نزلت وراه وقال: تحبي نقعد فين؟ نقعد على الكورنيش. هو انت ينفع تعزمني على ايس كريم؟ اصلي نسيت اخد فلوس من ماما. ابتسم عاصم وقال: بس كده انا هجيب لك ايس كريم ما تزعليش. عاصم جاب لها الايس كريم وهي كانت بتاكلها وبتعيط، وعاصم بص لها باستغراب وقال: الله، اول مره اشوف حد بياكل ايس كريم وبيعيط، اصل الايس كريم ده ما بحبوش، انا بحب اللي بطعم الفراوله. عاصم ضحك على طفولتها وقال: المره الجايه هبقى اجيبهولك بالشوكولاته، ودلوقتي احنا لازم نروح لجدك علشان مستنينا. عاصم اخد سمر وركبوا العربيه تاني وراحوا لبيت العيله. وكانت سمر متوتره وهي داخله، قربت منها منال وبصت لها من فوق لتحت وقالت: اهلا يا سمر، جدك من الصبح مستنيكي، ومفيش على لسانه سيره غير انك خلاص هتيجي تعيشي معانا. سمر ابتسمت بتوتر وقالت: هو فين جدي؟ انا هروح اسلم عليه. منال اتجاهلتها وراحت لعاصم وقالت: بقولك ايه يا عاصم، انا عاوزه ازور هند صاحبتي وعربيتي عطلانه، ما توصلني بعربيتك. لا مش فاضي، انا جاي هتغدى وماشي، عندي شغل. هي ماما فين؟ خلاص هستناك تتغدى ونمشي سوا، ما تقلقش مش هعطلك. لا برضو، خدي تاكسي ولا اي حاجه. عاصم سابها ومشي، وسمر كانت واقفه مكسوفه، ومنال بصت لها بغيظ وقالت: انت واقفه عندك بتعملي ايه؟ يلا روحي شوفي لك اي حته اقعدي فيها. اوف. منال مشيت وسمر قالت: قللت الذوق. جت صفاء ام عاصم وقالت: اهلا يا سمر يا حبيبتي، تعالي لما اوصلك لاوضه جدك. سمر مشيت معاها وراحت لاوضه الجد فاروق اللي رحب بسمر وقعدت قدامه، وهو قال: انا عارف ان مجيئك هنا مش على هواكي، بس بكره هتتعودي. سمر عينيها دمعت وافتكرت امها اللي اتخلت عنها وقالت: ليه ما قلتوليش من بدري؟ على الاقل كنت عملت حسابي. رد الجد وقال لها: دي كانت رغبه سميره، ما كانتش عاوزاكي تنشغلي عن مذاكرتك، واتفقت معاها ان اخر يوم ليكي في الامتحانات تيجي تعيشي معانا هنا. سمر راحت ناحيه الباب وقالت: انا محتاجه انام لاني مطبقه من امبارح بسبب الامتحان. استني يا سمر، في حاجه تانيه لازم تعرفيها. وقفت سمر وربعت ايديها وقالت: هي ترى في ايه تاني هتفاجئوني بيه؟ انت هتتجوزي عاصم ابن عمك، لانه هيبقى الوصي عليكي والمسؤول عنك من بعدي. سمر اتصدمت وقالت: اتجوز ابي عاصم ازاي؟ لا طبعا، انا يستحيل اوافق على اللي بتقوله ده، وبعدين انا لسه صغيره وهدخل الجامعه. وقطعها فاروق لما قرب منها وقال: انا يا بنتي تعبان واحتمال اموت في اي وقت، عاوز لما اسيب الدنيا ابقى مطمن عليكي، تطمن عليا تقوم تجوزني لواحد قد ابويا؟ هو ده الحل اللي انا وصلت له، ويلا اتفضلي على اوضتك، ولما تنامي وتصحي نبقى نتكلم. سمر سابته ومشيت وراحت اوضتها وغيرت هدومها وقعدت على السرير، واتمنت ان كل اللي حصل في اليوم ده يكون مجرد حلم وتصحى منه. اما عاصم اللي قاعد على السفره وكان بياكل، جت صفاء وقالت: مش هتستنى الباقي لما يتجمع؟ لا انا هاكل في السريع وهمشي عشان عندي اجتماع ماجله من الصبح. قطعوا صوت فاروق اللي جه وقال: كويس ان لحقتك قبل ما تمشي يا عاصم، خلص اكل وتعالى لي على المكتب. عاصم استغرب ووقف وقال: هو في حاجه ولا ايه يا جدي؟ انت كويس؟ كويس ما تقلقش،
خلص بس اللي في ايدك وتعالى. فاروق راح للمكتب وعاصم وراه وقال: خير يا جدي، في ايه؟ اقفل الباب وتعالى اقعد، عاوزك في موضوع مهم جدا. قفل عاصم الباب وقعد قصاد فاروق اللي قال: انا كتبت كل حاجة باسم سمر. كل حاجة اللي هي ورثها من ابوها يعني؟ لا، املاك العيلة كلها باسم سمر، ومن هنا ورايح مش هتقدر تخرج ورقة من الشركة غير بامضتها. عاصم طبعا اتصدم وقال: انت اكيد بتهزر. صح، ما هو مش معقول هتضيع شقة السنين دي كلها لما تكتبه باسم عيلة. في حاجة صغيرة لو وافقت عليها الاملاك دي كلها هتتنقل ليك مباشرة. حاجة ايه دي؟ مع اني مش مصدق انك تعمل كده. لا صدق، وتقدر تسأل المحامي. المهم انت لو اتجوزت سمر وبقيت الوصي عليها، كل الاملاك دي هتبقى تحت ايدك، وخصوصا انها لسه عندها 18 سنة. وقف عاصم واتنفض وقال: هتجوز ايه؟ هتجوز عيلة؟ طب ازاي يعني؟ وبعدين انت عارف رأيي في الجواز كويس، مش معنى انك اتجوزت مرة واخترت غلط يبقى خلاص كل التجارب هتكون سيئة. لا، احب افكرك ان سمر هتبقى تربيتك وتحت ايدك. مستحيل مستحيل اوافق على اللي بتقوله ده، ده فرق السن بيني وبينها 20 سنة. خلاص انت حر، وابقى دور لك بقى على شغل جديد، لان سمر من هنا ورايح هي اللي هتدير الشركات. ضرب عاصم الارض برجليه بغضب وقال: انت كده بتضيع شقة السنين، انا قلت اللي عندي، ويا توافق يا ترفض، فكر من هنا لبكرة عشان هبعت اتفق مع المأذون. وتاني يوم فاقت سمر من شرودها على صوت المأذون اللي انتهى من اجراءاته. بصت لعاصم بكره وسابته وطلعت على اوضتها. المأذون مشي وعاصم بص لجده وقال: عاجبك كده؟ اهي بتبصلي ولا كاني قتلت ابوها. فاروق حط ايده على كتف عاصم وقال: سمر امانتك، وانا واثق انك هتحافظ عليها، اوعدني انك مش هتطلقها ابدا مهما حصل. عاصم استغرب وقال: انا الاول مره مش قادر افهمك، بكره تعرف وتفهم انا عملت كده ليه. فاروق سابه وطلع اوضته، ومنال قربت من عاصم وقالت بدموع: كده يا عاصم توافق تتجوز العيله دي؟ طب وانا؟ انا اللي كنت بحبك من زمان. اتكلم عاصم بنفس صبر وقال: منال، انت عارفة اني عمري ما شفتك غير اختي، وياريت توفري مشاعرك دي لحد تاني. قطعهم دخول كرم اخو منال اللي لسه راجع من السفر وقال: هي مساء المانجا على العيلة الجامدة، ايه همال؟ فين الفرح والانوار؟ انا سمعت ان في حفلة جواز هنا. عاصم سلم عليه وقال: حمد لله على السلامة، ما قلتش ليه، كنت جيت اخدتك من المطار. كرم شاف منال بتعيط وقال: هي مالها منال، وانت فين عروستك؟ سمعت انها مزة جامدة من الاخر. عاصم مسكه من هدومه وقال: لسانك ده مسيري في يوم هقطعهولك، لم نفسك، واللي بتتكلم عليها دي بقت مراتي. خلاص يا عم، هو انا هاكلها؟ انا كنت عاوز اشوفها بس. كرم شاف سمر نازلة على السلم وقال: اوبا، مين المزة الجامدة دي؟ هو انا غايب عنكم بقالي كتير كده؟ عاصم مسكه من هدومه وقال: انا شكلي هطبق لك وشك ده، اخفى من وشي بدل ما اضربك. عاصم سابه وراح لسمر اللي كانت لابسه فستان قصير، ومسكها من دراعها وطلعها اوضتها. وسمر سابت ايده وقالت: ايه ده؟ ايدي وجعتني، في ايه؟ ايه الزفت اللي انت لابساه ده؟ انت مفكره نفسك لسه في الحضانه؟ لابسه فستان عيله صغيره، وانت مالك؟ وبعدين الفستان ده مقاسي، مش صغير ولا حاجه. عاصم قرب منها وبص لها بغيظ وقال: الفستان ده ما تطلعيش بيه بره الاوضه من هنا، هو الا هزعلك. وبعدين اعملي حسابك، انا كلمت الشغاله تنقل حاجتك كلها لهنا، من النهارده هتقعدي في اوضتي. سمر ربعت ايديها وقالت: هو ايه اللي تنقل حاجتي هنا؟ الجواز ده مش بجد، انا وافقت بس علشان جدي، انما كلها كم شهر وهخلعك. عاصم اتجاهل كلامها وقال: الاوضه اللي انت قاعده فيها دي كانت بتاعه كرم ابن عمك اللي كان مسافر بره، وهو رجع وهيقعد فيها من تاني. بسيطة، هبقى اشوف اوضة تانية اقعد فيها، ولحد ما ده يحصل هتقعدي معايا هنا. اعملي حسابك ملكيش دعوة باللي اسمه كرم ده نهائي. عاصم خلص كلامه ومشي وسابها. قعدت سمر على السرير وهي بتتفرج على المكان اللي حواليها وقالت: ايه الاوضة الكئيبة دي؟ طب دي اوضة كرم كانت احسن منها مليون مرة. وعند عاصم اللي خرج من الاوضة، وكانت الشغالة جايبة هدوم سمر، وعاصم اخدهم منها وقال: هاتيهم وروحي انتي. الشغالة ادت له شنطة الهدوم، وعاصم فتحها وشافها واتفاجئ ان هدومها كلها قصيرة ومكشوفة. بصلهم بغيظ وحطهم تاني في الشنطة وقال: الهدوم دي هتترمي، مش هتنفع هنا خالص. بس كده ست سمر هتلبس ايه؟ انا هبقى اجيب لها هدوم تانية، روح ارمي الحاجات دي، ولا اقولك اديهم لأي حد محتاجهم اللي تشوفه يا عاصم بيه. وبعد وقت سمر كانت حاسة بملل وقالت: اوف، انا هفضل قاعدة كده لوحدي؟ انا ممكن اطق ولا ازهق، وبعدين انا جعانة، انا هنزل تحت واللي يحصل يحصل. قررت سمر انها تنزل الجنينة، وكانت بتتمشى كرم جه وقال: انت عروسة عاصم صح؟ انا مش عروسة حد، انا اسمي سمر. مد كرم ايديه بالسلام وقال: وانا ابقى كرم ابن عمك، لو فاكراني كنا بنلعب سوا لما كنا صغيرين. افتكرتك، انت كنت فين السنين دي كلها؟
كنت مسافر بدرس بره وخلصت ولسه راجع. وانت بقى ايه اخبارك مع عاصم؟ غير السيره دي بليز. بقولك ايه، انا حاسه بملل، هو مفيش حاجه هنا تتعمل؟ كرم فكر وقال، بس انا عندي الحل، تعالي معايا. هاجي معاك فين؟ هنلعب كوتشينا، واللي يكسب يعزم التاني على بيتزا. بس كده انا متاكده ان انا اللي هكسب. الاتنين قعدوا يلعبوا وما كانوش اخدين بالهم من منال اللي واقفه تصورهم من بعيد، وبعتت الصور لعاصم وقالت، شايف الطفله اللي انت اتجوزتها قاعده تلعب مع كرم ولا كانها عيله صغيره؟ كنت اتجوز واحده من سنك، على الاقل ما يبقاش شكلك وحش قدام الناس. قفلت منال تليفونها وهي بتبتسم بشر وقالت، لما اشوف بقى يا عاصم هتكمل ازاي مع العيله دي. في نفس الوقت عند سمر وقفت تتنطط وهي فرحانه وقالت، يلا اطلب البيتزا، عاوزاها بالسي فود وكمان عاوزه ايس كريم بالفراوله. لا احنا ما اتفقناش على الايس كريم، هو بعدين انا حاسس انك بتنصبي عليا، تعالي نعيد اللعب تاني. سمر وقفت وربعت ايديها وقالت، يا سلام، دي تالت مره اكسبك وتقول نفس الكلام، قول انك مش عارف تلعب، اعترف يلا، ما فيهاش احراج. قطعهم دخول عاصم اللي كان جاي زي المجنون لما شاف سمر لابسه نفس الفستان بتاع الصبح، ما ادهاش فرصه تتكلم وشدها من ايديها وكان طالع. سمر بصت له قالت، ايه في ايه، ايدي بتوجعني. بص لها عاصم بشر وقال، هو انا مش قلتلك تفضلي قاعده فوق؟ نازله ليه بالزفت ده؟ هعمل ايه يعني، مليت من القعده لوحدي، ايه هتفضل حابسني؟ هحبسك واكسر عظمك كمان لو ما سمعتيش كلامي. كرم اتدخل وقال، ما حصلش حاجه يعني يا عاصم لكل ده، انا وهي كنا بنلعب كوتشينا. كرم ما كملش كلامه لان عاصم اداله بالبوكس في وشه ووقعه في الارض، وسمر حطت ايديها على بقها بصدمه من اللي حصل وجريت طلعت على اوضه عاصم. دخل عاصم بعدها وقفل الباب بقوه، وسمر كانت بترجع لورا بخوف وقالت، طب والله لو عملت لي حاجه انا هصوت وانادي على جده. سمر وصلت للحيطه وعاصم كان بيقرب عليها وقالت، هروح فين تاني؟ ابعد بقى انا بدات اخاف. نزلتي ليه تحت بالفستان ده؟ ها؟ عشان كنت جعانه وقعدت كتير لوحدي وزهقت، وسالت على هدومي الشغاله قالت لي انك رميتها، تقدر تقولي هعيش ازاي من غير هدوم؟ عاصم سرح فيها شويه وفي طريقه كلامها، وبعدين فاق على ايديها اللي بتخبط على كتفه وقالت، انت نمت وانت واقف ولا ايه؟ ما ترد عليا، هلبس ايه بعد ما رميت لي هدومي؟ عاصم رجع لورا وقال، هبعت لك النهارده شنطه فيها هدوم جديده، والفستان اللي عليكي ده يترمي. خلص عاصم كلامه ومشي، وبعد ما خرج من الاوضه ووقف يتنهد وهو حاطط ايده على قلبه اللي كان بيدق بشده. وبعد شهر مر على عاصم وسمر اللي كانوا بيتجنبوا بعض وتقريبا مش بيشوفوا بعض، لانها بتنام في الوقت اللي هو موجود فيه وبتصحى لما ينزل شغله، وهو كمان ما كانش عاوز يحتك بيها، كان بيشغل نفسه دايما في الشغل. سمر كانت قاعده في المطبخ بتاكل، دخل عليها كرم وقال، جوزك المتوحش فين؟ اوعى يكون هنا في البيت. لا الحمد لله راح شغله. اوف انا ما بصدق انه يمشي عشان اقدر اتنفس. كرم قعد قصادها وقال، طب طالما انت ما بتحبيهوش اتجوزتيه ليه؟ غصب عني، انا اصلا ناويه اول ما نتيجه الثانويه العامه تطلع هختار جامعه بعيده وهتنقل وعيش في اي محافظه تانية. طب وعاصم ده بيحبك، انا شايف انه بيغير عليكي. يبقى بيحب ابي عاصم ده اناني، هيموت لو شافني مبسوطه. بقولك ايه، تاكل كيك؟ لا اوعي، انت بتعرفي تعمليها؟ طبعا ده انا استاذه، اقعد واتفرج. لا يا ستي، افرضي جوزك جه، ده المره دي هيخلص عليا. استرجل كده واشرب بريل، هو لو جه هبقى اقول انك لسه داخل تشرب. طيب ربنا يستر. سمر بدات تحضر الكيك وكرم كان قاعد بيتفرج عليها وهما بيتكلموا ويهزروا سوا لغايه ما الوقت اخدهم، وعاصم رجع وسمع صوت ضحكها جاي من المطبخ. دخل المطبخ شافها ماسكه صينيه الكيك وقالت، يلا دوق وقولي رايك، ولا تقولي الشربيني ولا اميره شنب، سمر هي الاصل وبس. كرم اخد الشوكه ولسه هياكل، شاف عاصم واقف بيبرق له وقال، يا ساتر يا رب، انا ايه اللي جابني هنا؟ كرم رجع لورا بخوف ونط من الشباك بسرعه، وسمر ما قدرتش تمسك نفسها من الضحك، وعاصم قرب منها وقال، بتضحكي؟ ماشي وريني بقى عامله ايه؟ الكيكه دي مش ليك، انا مش عامله حسابك. اخد عاصم منها الشوكه ودقها وغمض عينيه وهو بيستمتع بطعمها وقال، لا طلعتي شاطره، يلا قطعيلي منها وهاتيلي على الاوضه على ما اغير هدومي واخد شاور. انا مش هجيب لك حاجه، انا مش خدامه عندك. عاصم كان هيمشي بس رجع لها تاني وقال، قولي كده كنت بتقولي ايه؟ ها؟ لا ابدا، عاوزها سادة ولا تحب أعملك معاها شاي بلبن؟
ضحك عاصم وقال: لا زي ما هي كده. عاصم مشي وسمر قالت: اوف، هو ليه بيعمل فيا كده؟ سمر اخدت الكيك وطلعت الاوضه وحطت له على الترابيزه وقررت انها تنام وتتجاهل عاصم خالص زي الايام اللي فاتت. اما عاصم لما خرج من الحمام لقاها نامت، اكل من الكيك وهو بيبتسم وافتكرها لما كانت واقفه بتضحك مع كرم، اتضايق وراح طفى النور ونام. وتاني يوم دخل عاصم لاوضته وكانت سمر قاعده متجاهلاه وبتلعب على التليفون ومش بتبص له. بص لها بغيظ وقال: ممكن تسيبي الزفت اللي في ايدك ده وتروحي تحضري لي الاكل؟ سمر برقت وقالت: هاكلي ايه اللي حضرهولك؟ ما تحضره لنفسك، انا مالي. عاصم قرب منها واخد التليفون رماه وقال: انتي مراتي انا وبس، واللي اقول عليه يتنفذ، وواجبك انك تسمعي كلامي. سمر بصت له بغيظ وقالت: لا انا مش مراتك، وبكره ولا بعده هعرف انا دخلت انهي جامعه وهمشي من هنا. تمشي من هنا تروحي فين؟ انتي مفكره اني هسمح بالهبل ده انك تدخلي جامعه في محافظه تانية؟ سمر اخدت التليفون وقعدت تاني على السرير وقالت: تسمح ما تسمحش مالكش دعوه، انا اصلا هخلعك. اتصدمت سمر لما لقيت عاصم قرب منها وبسها وبعد وقت بعد عنها، وسمر كانت مكسوفه. وعاصم بص في عينيها وقال: سمر انا عارف ان جوازنا كان فجاه وانا مش حابب افرض نفسي عليكي. سمر حطت ايديها على بقها وقالت: عاصم انا بحبك. سمر قالت كده وجريت بسرعه خرجت من الاوضه، وعاصم كان واقف مصدوم ومش مصدق اللي سمعه. سمر وهي بتجري خبطت في جدها فاروق اللي قال: في ايه يا سمر؟ مالك بتجري كده ليه؟ ها؟ لا ابدا، انا كنت رايحه المطبخ، اصل نسيت تليفوني. سلامت عقلك، ما تليفونك في ايدك اهو. اصل انا جعانه وعاوزه انام. بعد اذنك بقى يا جدو، انا لازم امشي. جريت سمر بسرعه، وعاصم جه وقال: ما شفتش سمر راحت فين؟ استغرب فاروق وقال: هي كانت بتجري منك ليه؟ هو انت عملت لها ايه؟ لا ابدا، انا كنت هقول لها حاجه. عاصم مشي وسابه، وفاروق ابتسم ونده على صفاء ام عاصم اللي جت بسرعه وقالت: خير يا عمي، انت كويس؟ الحمد لله، انا لسه شايف عاصم وسمر. طمنيني احوالهم ايه؟ صفاء بصت يمين وشمال وقالت: كويسه، انا متاكده ان سمر هتحب عاصم زي ما هو بيحبها. فاكر لما قلت لك اني لقيته محتفظ بصورها في اوضته؟ ابتسم فاروق وقال: وعشان كده انا صممت انه يتجوزها، محدش في الدنيا ممكن يحبها زي عاصم، ربنا يهديهم ويرزقهم بالذريه الصالحه. وبعد كام شهر رجعت سمر من الجامعه وقعدت وقالت: انا خلاص مش عاوزه اروح الجامعه تاني، اقول لك انا هبطل تعليم. وقف عاصم قصادها وقال: مش دي هندسه اسيوط اللي كتبتيها اول الرغبات وخليتيني انقل شغلي وحالي هنا بسببك؟ كنت غبيه، كنت مفكره اني لما ابعد هكذب الاحساس اللي جوايا وبطل يعني. عاصم قرب منها ومسك ايديها وقال: تبطلي ايه؟ ابطل يعني اني احبك. سمر كانت هتسيبه وتجري كعادتها الا انه مسكها وقربها منه وقال: وانا كمان بحبك ومن زمان قوي، حتى لما قررت اتجوز علشان انساكي ما قدرتش. سمر حطت ايديها على وشها وقالت: انا عمري ما حبيت حد في حياتي غيرك، كنت شايفاك دايما نجمه بعيده عني مش هقدر اوصل لها. يعني مش هتندمي انك اتجوزتيني؟ هزت سمر راسها بالرفض وقالت: مستحيل اندم على اكتر حاجه صح عملتها في حياتي. عاصم شالها وكان ماشي بيها، وسمر قالت: ايه ده انت واخدني فين؟ عاصم ابتسم بخبث وقال: هحكي لك حدوته، الشاطر عاصم والاميره سمر اللي خطفت قلبه من اول مره شافها فيها. ولحد هنا خلصت قصتنا، استنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.